أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا we agreed that we will be in Arabic and we have translation right now, okay, and we announced many times. So I'm إن شاء الله it will be in English in يعني in الخطب الجمعة إن شاء الله the same topic إن شاء الله. طيب إحنا بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا تكلمنا فيما سبق في سنوات ماضية عن موضوع الفلاح والخسران، وقلنا إن القرآن أعطانا بعض الصفات والأفعال التي إذا قام بها الإنسان تؤدي به إلى فلاح الدنيا والآخرة، وفي بعض الصفات والأفعال إن قام بها تؤدي به إلى الإيه؟ إلى الخسران. فإحنا ما زلنا نحوم حول هذه إيه؟ حول هذه المعاني، كيف نحقق الفلاح وكيف نتجنب الخسران. ونلاحظ ان في اول يعني القرآن، يعني طبعا بنتكلم من سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. فكلمة المفلحون جاءت في اول القرآن دلالة على اهمية ان احنا نركز على تحقيق الايه الفلاح. احنا هدفنا في هذا الشهر ان شاء الله احنا نتكلم على صفة واحدة وهي صفة الصلاح، كيف نحقق الصلاح والإصلاح بالتبعية. بس هنعمل مقدمة وتذكرة لما سبق حتى إيه نؤصل هذه المعاني، لأن إحنا بنبني فكرة مترتبة على أفكار سابقة. إحنا قلنا أن هناك فرق بين الفلاح والنجاح، إن النجاح هو مجرد تحقيق الهدف. فأنت لما تطلع رخصة قيادة أنت كده نجحت، لكن لما تتعلم كيف تقود وتبذل المجهود ثم تنجح في الامتحان كده انت عملت ايه؟ نجاح وفلاح. فالفلاح يتضمن بذل الجهد زائد تحقيق الهدف، تمام؟ ولذلك كلمة الفلاح ليه؟ لانه يتعب ويبذل ايه؟ مجهود. وعندنا في اللغة العامية تقول الام لابنها روح والله ما انت فالح. ليه تقول له ما انت فالح؟ ليه؟ لانه تراه يلعب ويضيع وقته ولا يبذل الايه الجهد ليستذكر دروسه. هذه الامور مهمه جدا. فالقران لا توجد كلمه النجاح، توجد كلمه الايه الفلاح، فهذا معنى هام. في الايه 27 الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. زي ما في جنه ونار في فلاح وخسران، فالفالح سيدخل الجنة والخاسر سيدخل النار في منتهى البساطة. هذه هي القصة، قصة الإنسان على بساطتها، هي يعني السهل الممتنع، تمام؟ طيب فاحنا زي ما ذكرت سنتكلم نذكر بعضنا البعض ببعض الصفات الايه السابقة. طيب الأمر الأول ان كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى، والله هو السيد، أمر به الإنسان اللي هو العبد، حتى لو كان أمر تعبدي محض زي الصلاة أو الصيام أو الحج، سيكون له أثر في تحقيق الفلاح في الآخرة وسيحقق الفلاح في الدنيا. بعض المفسرين يقولوا إن الفلاح في الآخرة فقط، وهم يضيقوا ما وسعه الله. النص يحتمل في الدنيا والآخرة. اللي إحنا ليه نضيقه ونخليه بس في الإيه؟ في الآخرة. إحنا عايزين فلاح الدنيا وفلاح الإيه؟ وفلاح الآخرة. وإحنا نقول في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أفضل بمعنى الكلامي إن أفضل دعاء الدعاء الجامع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إيه حسنة. فهذا التوازن بين الدنيا والآخرة، تحقيق الفلاح والسعادة في الدنيا وتحقيق الفلاح والسعادة في الإيه في الآخرة. طيب فكده كل أمر تعبدي في الدنيا سيؤدي بنا إلى الفلاح في الآخرة، وسيكون له أثر ونور يؤدي بنا إلى الفلاح في الإيه في الدنيا أيضا. ولو أخذنا أي مثال، أخذنا عبادة الصيام، سنجد أن الصيام بيعلمنا الكثير من الأعمال الصفات والأفعال المهمة للإنسان، الصبر، المراقبة، التحكم في النفس، الشعور بحرمان الآخرين، كل هذه الصفات ستؤدي بنا إلى الإيه؟ إلى الفلاح في الدنيا. وذكرنا قبل هذا موضوع الصلاة. الصلاة معناها أمر تعبدي بحت، لكن الصلاة تعلمنا المحافظة على الوقت، الصلاة تعلمنا النظام، احنا نصلي في صفوف يعني متراصة. الصلاة تعلمنا ان احنا نختار افضل من فينا ليؤمنا، يعني احنا بنختار افضل واحد قاري وأندانا صوتا عشان يؤمنا في الصلاة. فالأمة بتعمل انتخاب شبه يومي لمن يؤمنا في الصلاة، فهذا عملية انتخاب طبيعية. الصلاة بتعلمنا ان احنا نراقب الإمام، لو الإمام أخطأ بنعمل ايه؟ نصححه ولا لا؟
كل ده بيعلمنا. والامام لما بيغلط هل بعد ما يخلص صلاه يتخانق معانا وانتوا غربتوني ازاي وانا ربكم الاعلى؟ لا، بيقول جزاك الله خير، شكرا، تمام. فهذه الافعال اللي احنا بنعملها في العباده لها اثر في تغيير السلوك الانساني في الدنيا. فهذا في منتهى الايه الاهميه. طيب احنا برضو كنا ذكرنا مقدمه اخرى المره الماضيه، يعني في فترات سابقه، ان احنا كلنا يتمنى ان يكون هناك خليفه وحاكم يحكم المسلمين، وشبيه جدا بالحكومه الفيدراليه الامريكيه في اكثر من 50 ولايه، وليهم حكومه فيدراليه واحده، رئيس واحد، يشتركوا في سياسه خارجيه واحده، في عمله واحده، وفي جيش واحد، تمام. احنا نتمنى هذا، يعني نريد ان يكون لنا نفس الشيء. ولكن حتى يحدث هذا نفضل كده في كسالى نائمون لا نتحرك؟ فقلنا تخيلوا ان هذا السلطان او هذا الخليفه ذهب الى رحله خياليه الى المريخ ولن يعود، رحله انتحاريه، وقرر ان هو زهق مننا ولن يعود، وترك للامه صلاحيه اداره نفسها. فالامه الان هي مسؤوله عن نفسها، السلطه في يد الامه. طب كيف ندير حياتنا؟ فلازم كل واحد فينا يحمل جزء من هذه المسؤولية حتى نستطيع ان احنا ندير حياتنا، وإلا هنفضل نعمل ايه؟ نبكي ونشكي ونبكي ونشكي الى يوم القيامة، ولن يتغير حال المسلمين. فمهم جدا ان كل واحد فينا وهو يسعى الى الفلاح ويحاول ان يصلح نفسه حتى نستطيع ان نغير حياتنا للأفضل، ونغير ايه الظروف الصعبة التي نمر بها. طيب الأمور التي ذكرناها قبل ذلك، ذكرنا بعض الصفات المهمة جدا، وهي الصفات العامة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، ويجب أن يتحلى بها أصلا كل إنسان يريد أن يحقق أي نجاح أو أي فلاح في حياة الدنيا وبالطبع في الآخرة. أول صفة الرحمة. الرحمة، إن لم يكن في قلبك رحمة فأنت فقدت أهم شيء كإنسان. إن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أكرر هذا الكلام بس للتذكرة عشان هنبني عليه. والنبي عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، عليه الصلاة والسلام. وأنا لو سألتني ما أعظم حديث في الإسلام، حديث الأعراب الذي بال في المسجد. النبي عليه السلام صحابة كلهم راحوا كله النبي عليه السلام قال دعوه اتركوه، تمام، من غير تفسير في الاحاديث وليه والمصلحه و النبي صلى الله عليه وسلم تركه رحمه به. دي اول شيء احنا دايما نهمله، ان هناك رحمه في الايه في الانسان الجاهل الذي عليه ايه ان نعلمه. فيجب ان تكون هناك رحمه في كل عمل تعمله، انت رئيس، انت مرؤوس، في البيت مع اولادك، مع اصدقائك، مع كل الناس، يجب ان يكون كل عمل تقوم به يجب ان يكون فيه روح الرحمه، صفه ايه الرحمه. النقطة الثانية التي ذكرناها أعتقد كان في 2018، يعني موضوع التقوى، وأخذنا اتكلمنا كثير عن التقوى. ليه التقوى؟ لأن الله سبحانه وتعالى في أول البقرة برضو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التقوى شيء في منتهى الأهمية. والتقوى لما بنترجمها بالإنجليزي يقول fears، يعني to fear الله سبحانه وتعالى أو to be pious. لا، التقوى معناها البروتكشن، الحماية، إن أنت تجعل بينك وبين ما تخشى، بينك وبين المخاطر، بينك وبين العقاب، حاجزا او مانعا او ساترا حتى لا تقع في الايه في الغضب. ولذلك حديث النبي عليه السلام لما هو ان الحلال، لانه بني ابن بشير، ان الحلال بين والحرام بين وبين امور متشابهات، وفي الاخر النبي عليه السلام يقول ايه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. المثل ده مهم جدا، بعيد عن التعريفات العلميه والفلسفيه. هذا المثل كان زمان العرب، كل زعيم قبيلة واحد شايف نفسه عايز الناس توقره ولا يرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أنت عايز الناس توقرك تعمل إيه؟ ترحمهم. فكان أي واحد، أنا المتضخمة دي، يروح عامل إيه؟ يقول لك أنا حامل حمى، الحتة دي بتاعتي. أي حد سيرعى إبلة، إبلة ولا غنمة أنا هاخدها. فكانت الناس الغلابة يعملوا إيه؟ يتركوا مسافة كبيرة يرعوا بعيدا عن هذا الايه، عن هذه الحدود، حدود الارض التي وضعها هذا الايه هذا المتسلط، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل ولله المثل الاعلى حتى ندرك معنى التقوى. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. الحدود التي رسمها الشرع هي دي اللي احنا لازم نكون بعيد عنها. الزنا حرام، لان هو ده المشكله.
طب القبلة والنظرة واللمس والحاجات دي كلها، دي كلها عامل أمان تبعد النظرة على رأي شوق، نظرة فابتسامة فكلام فلقاء، فهي واحدة بتجيب واحدة، كل واحدة بتجيب التانية. لكن الخطر فين؟ في الزنا، في الوقوع الفاحشة نفسها. ولكن الإسلام عمل إيه؟ عمل حاجز كبير قبل أن نقع في الإيه؟ في المحرم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى التقوى. ولذلك لا تستغرب لأن الصحابة كانوا يتركوا ثلاثة أرباع الحلال مخافة أن يقعوا في الإيه؟ في الحرام. هي دي التقوى، ده معنى التقوى. معنى التقوى ان احنا دايما نسيب مسافة كبيرة بيننا وبين الايه؟ بين الحرام، مش نقف على الايه؟ على الحد. وهكذا قص على كده موضوع المورجج وموضوع الكريدت كارد وحاجات كثيرة جدا ممكن العلماء يترخصوا، بس محدش بيترخص لما يكون في الصحراء وحيموت ويعني يرخص له في اكل لحم الخنزير، متفقين؟ مش هيعمل باربيكيو، مش هيجيب بقى يشوي ويعزم اصحابه. الرخصة لا يتوسع فيها، الرخصة تؤخذ بقدرها. ليه؟ ده قلة التقوى. كل ما يكون في تقوى كل ما الإنسان يبعد عن الايه؟ عن الحرام. حتى لو دخل على الرخصة ياخدها وداخل، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، قال يا أمير المؤمنين هل مشيت بأرض بها شوك؟ قال نعم. قال فماذا كنت تفعل؟ قال أشمر وأحاذر. لما واحد يمشي في أرض، قال له فذاك التقوى. واحد يمشي في حديقة فيها شوك، تعمل ايه؟ تخلي بالك، ماشي على حذر. فكذلك لما ندخل في منطقة الشبهات ومنطقة الرخص لازم نخلي بالنا ولا نتوسع فيها. فده معنى مهم جدا في التقوى. الصفة الأخرى التي ذكرناها أعتقد العام الماضي موضوع الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، وحديث جبريل المهم جدا في هذه المسألة، وهو لما جبريل دخل النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن الإيمان، عن الإسلام، سأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان كما يعلم الجميع الحديث. وقلنا ان الاسلام ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بني الاسلام على خمس ادانا فكره المبنى، ان عندنا مبنى بني على قواعد، ده الاسلام. بقيه المبنى ايه بقى؟ هو الايمان والاحسان، تفاصيل الكثيره التي في داخل المبنى. كل ما تطلع دور بترتقي في الايمان، كل ما تطلع تعمل حسنات تطلع على السلالم، على درجه السلالم فتطلع. طب الواحد عمل سيئات يعمل ايه؟ ينزل. وهكذا تلاقي الناس طالعه نازله، طالعه نازله. ليه؟ كلما فعل الحسنات تزداد حسناته، كلما فعل السيئات ينزل فالإيمان يقل، وهكذا. إلا بقى الناس المحسنين اللي ساكنين في البنت هاوس اللي هو دور الـ20، أحلى دور وفي فيلا فوق. ليه؟ ده وصل لمرتبة الإحسان وسيئاته قوية جدا، لا ينزل أبدا إلى الأدوار السابقة. ففكرة الإيمان والإحسان والإسلام هذا المبنى اللي علينا نحن نعمره بالأعمال الصالحة، بالأعمال الحسنة، حتى دائما نرتقي ونتقدم للأمام. طبعا في صفات أخرى عامة كثيرة ذكرنا منها العدل والشورى والحرية، وإن شاء الله نتكلم فيما بعد عن الصبر والشكر. ففي صفات عامة تؤدي بنا الفلاح، وصفات عامة تؤدي بنا الخسران، والإنسان عليه أن يحافظ بين على الاثنين. طيب طبعا واحدة بالفعل والتانية بالترك، يعني أفعال الفلاح بالفعل وأفعال الخسران بالترك. آخر حاجة لو بدأنا بس في كلمة الصلاح، فما هو الصلاح؟ هذا ما سنعرفه بعد غد إن شاء الله. تفضل يا شيخ عبد العزيز، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.